صلاح، السلام عليكم. تأخرت يا حبيبي، تأخرت اليوم حلاقة، واليوم صبغ، واليوم مليون شغلة وشغلة يا صلاح. السلام عليكم. ما بنت المتوات. السلام عليكم. السلام عليكم. ولابس الحبيب. يا سلام، مشكورين مشكورين، شكرا يا ام فهد، مشكوره، ما قصرت. حافظ اللي على هاليران الطيبين. هذا تعشينا سلق، كوسه، وجرجير، وخيار، وفجل، يا حافظ على هاليران. وهريس بعد مقير. يا سلام، سلم والله ونعم اليره. يا عاد تعال، انا لا يلست وياك ولا رمست وياك. تعال دقيقه، منو بتكلم؟ نوت، شو تريد؟ يا ربي حفل. شو بنو تبه؟ حجيج حفيظ، اسمه حفيظ. ليش تبه؟ حسين هذا. ايش هذا؟ تعال تعال. السلام عليكم. عليك السلام. هذا يا بيت قوم فهد. أيوة. وثقه وعدله ورتبه وحط لي اليوم من حق غداي. تعال اليوم شو غداينا؟ اليوم سمك مالح، سوي قشد. قشيد مالح. أيوة. قشيد على سمك مالح. أيوة. شكرا جزيلا. يلا يعني ها، شو المهرجان البارح؟ زحمه؟ اي زحمه، زحمه وايد. هي راح تقول الدروس؟ الدروس حبيبي، ان شاء الله من يخلص تخلص الاحتفالات بنكلم الدكتور، بنصير نسوي لك الدروس. الحين شو تبع؟ وين بتصير؟ بي خلص وبيزعل. كم حينة؟ ايوه زين، على هواك. ما بتي ما تتغدى عندنا اليوم؟ لا يا العرس. أمس تغديت واليوم تغدى، شو المشكلة يعني؟ جايز. يعني اليوم لا؟ لا. زين، على هواك. شو بتغدون اليوم هنا؟ هامول. ها؟ هامول. كيف يعني هامول؟ حديث مالا. زين، توكل على الله، في العافية. يلا برايك حبيبي. بسير مول قبل لو سيدي بسير؟ لا وين؟ مو يقول كوفي. زين. شوف شاول. من الجرين تي. أكو. يلا يلا زين يلا. بسيب دينتين. انت بتصب له وانا اصب؟ خلا بتشبب تراك؟ لا لا لا. ايه تحمل. انا قاعد اكل الخيار، وحيد هني فلفل احمر، ما ادري منو شله. شي حرامي شله وانا غافل. انا ارمس ويا ام محمد واكل ابويه اتريق، الحين جاي حد يقول اتريق الحين، واشوف سماني خف، كل دقيقه شي يخف. صلاح؟ اخ عليك، هذا مالي انا؟ لا عليك. عادي؟ باسل باسل. زين شكرا، في العافية. اليوم يوم الهي شي سناب. اليوم يوم الهي شي سناب. ما هان علي اتغدى قبل ما ارويكم شو غداي، اليوم غداي الله يحفظكم شوربة، أول شوربة شو؟ ملوخية. الملوخية ما بلادلكم بلحم ولا بدياي ولا بأرانب، لا، ارديحي على ما قالوا المصريين، ها، رقم واحد هاي الملوخية. زين. وخلاف عندك هاي سلطة الكيل متعارف عليها يوميا، الحين بجيبكم بالتدريج حق ارويكم الشيء الضروري. وهذا اللي اهم شيء ما يكون، هذا العيش عيش ابيض، عيش عادي يعني، العرب كلها تخدمه، كلها البيوت هاي خدمتها العيش. هذا اللي اهم شيء في الدنيا العودة شو؟ هذا الحين هذا اللي ارويكم اياه، هذا الله يحفظكم قشيد المالح، نفس قشيد العوال، لكن بدل ما يكون عوال مالح، نفس الطريقة ونفس كل شيء، لكن المول عاد على الخدمة وعايز يلببوا للوم اليابس ويغلي فنان. ها على ما تشوفونها ريت تضرب في خمرة الراس. شوفنا غداكم بسرعة بسرعة. شو هذا؟ السلطة ابوي تعذرت، قلت لهم ابوي ما اريدها ولا السوتي، ها لا السلطة ولا السوتي، هذا مرة ما بصكها، بس هاي شوي ولا تعيش على ما تشوفونها القفة العادية. غير اكثر شيء ها المالح اللي تشوفونه، الخاشوقة الأولى، وهذا هاي الخاشوقة الثانية، شويونة بعد بعد شويونة شويونة يلا، والدهينة هاي ذا بدو لعدة. أيوة أيوة، بخيب بخيب، ها بس بس يسد، ها بعد حطي شويونة هنا بخيب جن وايد. هذا لازم الحركة الأخرانية.
اذا حب بدأ شويه خل الحولي بسرعه بسرعه. ايوه هذا الخل الحولي لا بد ولا ادر منه. ايوه بس ايوه وطريقتها ما يبالي كلامها. شوف كم كثره هذا المالح بشيد المالح كم كثره العيش ويونه والدهين بتاعتها كان اكثر شيء 70% من الايه من المالحه حتى يغلي العيش ما يبين يكاد ان يكون مش موجود. ها بقول لك بابا متى ها جربه دق هذا. ايوه ها بسم الله الرحمن الرحيم. شو بقول لكم يعجز اللسان ان ينطق. يلا برايكم الى اللقاء في مهرجان الوثبة. يلا بتصير عادي. يلا يلا نشت لبس وتعدل ما ادري شو خلي الوجه يالطن ما يلوط الوجه والراس مصبوغ وبس بعد الحين اتلبس واتوكل على الله. يلا نتلاقى هناك في الطريق برمس وياكم. ها لا تقولوا ما حد قال لكم ترى ما شيء مكان اللي يبقي يتلاحق من الحين يربع ما شيء وقت زحمه ابتدت الدنيا تزدحم ابتدت الدنيا تلتج عالم امه لا اله الا الله. لا تقولوا ما حد قال لكم الدنيا ممزورة خلق الله ما خلق ما شيء وقت ابدا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن المنطقه تحرى هبل عرس عادي عرس ملكي مستوي كلها ابوي الحرم على اهبه الاستعداد لاستقبال الوفود اول بادي الرؤساء والوفود والمشاركين والدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد الساعة 3 مايت والعالم يعني من تجل نشال هاي بقول لك انت مطور بالايام عجيب هذا هو اللي يطرونها خلق الله ما خلق خاري خاري الاف المؤلفه. اخبركم الدادلهم اللي واجفين وقفه وقفه ما شاء الله تبارك الرحمن على الكنترول واللي خاري وترتيب السيايير والمواقف يعني هذا روحه انجاز وايد كبير نور ومعري يعني تحرم من ايام الحجر تبارك الرحمن. لكن يا ابوك شيء ملفت للنظر شوف النيسان شوف يا رجال خف علينا النيسان اقول لك حضوره حضور النيسان ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه ورد مسعود ايه حافظ يا سلام شوف اللون الملكي عاده شوف اللون الملكي تبارك الرحمن على الله يحفظ راعيها ويحفظ ان شاء الله اللي فيها ويحفظ من هيله ما يندر من سيارته الله أعلم كما ظاهر أنها موتر فنان وغاوي. ها شو هناك مكثرهن يا حافظ يا حفيظ اللهم لك الحمد. جزاكم الله بالخير أول رجال أشوفه في هالمكان وضمن هالعالم كلها هالرجال الفنان. السلام عليك أخوي حمد كيف حالك فناننا الطيب الفنان لزقرتي اللي محد شراتك يعلى الله يبارك فيك يحفظك أنت أبوي رقم واحد سمعت به المطرب الولايتي الله يا رب بلي ماله الحمد لله من رب العالمين دائما الانسان يشوف نفسه انت تبدي رقم واحد نعم وانا اشوف الرقم هذا صعب لكن ان شاء الله انه لا لا رب لا لا قدر قدر رب العالمين ابوي جاعل القبول في وجهك يعلى الله يحافظك ويفتح البركه ان شاء الله فيك ويملك ان شاء الله ويملكم بالاخص اليوم انت امورك راعي اليوم من استويت اليوم اكثر هذا اللي ماله اليوم نعم الله المستعان مسؤولية كبيرة وانت قدها يا الله يحفظك الله يبارك فيك ان شاء الله الله يحفظك الاخ اليتيم والديك هلا هلا قدها وقدود قدها وقدود كفو كفو الحين العرب تبى تعرف سيفه منو هذا هذا اللي يدروب العرب سيف منوه ايه كلهم تعنت لا عليك رفجة نعم هو ايه هو حبوه انزين سيف منوه بالله عليك هذا ربي يرحمه يقمد روح الجنة هذا سيف طول العمر كبونا الشيخ زايد يعله الجنة يعله الجنة اكبر تشريف وشرف لي انا الليل هني احمل هالسيف كفو 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 شعار بالشعار الشعار بالشعاب عشان يشوفون شعار حياة زايد الله يرحمه يعلى الجنة يعلى الجنة يعلى الجنة الشيخ خليفه امين امين ويحفظكم ان شاء الله يطرح البركه فيكم.
نخليك ان شاء الله. ابو حمدان عامر ايش عندي منك؟ وقعت واقف. يعني الله يحفظك. شو رايك في الترتيب؟ ترتيب هذا بحضر الشيخ محمد، ما اعتقد ان فيه اي قصور ولا فيه اي نقص، لكن ينتظر وجوده وحضوره. هذا يزيد الحفل شرف وتكريم. اللهم واتمنى ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله راعي العوايد ان يكون موجود ان شاء الله. تحيه للرب يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر مع الزبي زايد بن حمدان بن زايد، يا رب يشفيه ويطول عمره. عود سالم غانم هو اخوانه جميع ان شاء الله. آمين. وان شاء الله انه يشاركنا السنه الجايه وهو بصحه وعافيه في الوهبه، هو اخوانه اللي وياه. امين امين. صار العود بحيل الله. امين امين. الله يسلمك. طيب تسلم ما تقصر. الله يحفظك. هيا جلب ما طاح يجلب الا حينه. السلام عليكم محمد. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. بركب الساعة اشوفك. الله يطول عمرك. البارحة قلت لهم بلاكم وين الفلتر؟ يعني الخبر ان اليوم بينزلون الفلتر مال مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. الله يطول عمرك. شو رأيك؟ كان اقتراح الحمد لله كان موافق. الله يطول عمرك. ما قصرت طول عمرك. وقت كبير. الله يحفظك. الله يطول.
الله في رجال هم ذخرنا في كل حال والمثل صايب يوم قال ما مات من خلف ولد صبيان يا كبار الشيعة للدار وولاه اهتمام واصل مسيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب يشهد لهم ليف الوجود حافظ عليهم من جنود اسود هي والله اسود ويقودهم هذا الاسد صبيان هواب الله هواب بو خالد انقاد الصفوف ينتاب خصمه منه خوف يندر في صعبات الظروف المجد الاساس وعمد صبيان يا كبار الشيخ والجار له حسن الجوار وتكشف القريب ويقرب الشخص الغريب غير الذي ما له نصيب في المجد واغواه الحسد صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب والحمد لله الودود ما همنا حقد الحقود والخير من زود اللي زود ونعم إلهي على البلد صبيان يا كبار الشيعة السلام عليكم سيدي النور النور يا ليل المدينة لاح النور يا ليل المدينة لاح أذن لها يا بلال يا ابن رباح الشعب واقف تحت أمر القايد والأرض أطهر من هطل القراح رسالة الدولة مهمة جدا واوجب على مندوبها الافصاح اومي بها ونقيل ما له داعي اقول للداعي غدا ملواح اومي بها ونقيل حماح بعيد عن بونية جنبية وقريب من راعي المزاح الماح مختلفة الاطوار هذه المرة والمجد فيها مكتفيه وشاح والمجد لما لا اساس موثق يبلى وتلعب في الطنوب رياح والمجد في داري مهوب مولف قولوا لمن ركز عليه الواح والمجد في داري مهوب مولف قولوا لمن ركز عليه الواح متوارثينه كابر عن كابر حدث به اللي جاي واللي راح بالعلم فزنا من مدرسة زايد الحال واحد والعهود صحاح بالعلم فزنا من مدرسة زايد الحال واحد والعهود صحاح وين ما نبى نجتاح عشرين عشرين إذا الله وفق انشد للمريخ للسياح ثوراتنا بالعلم ما هو بثورة من حل ذبح الناس للذباح ثوراتنا بالعلم ما هو بثورة من حل ذبح الناس للذباح يا مخزي التاريخ قلب وقالب اللي سعوبك للأوهام أشباح أرخصت ناس في النوايم ملحك وحطيت في قلوب الشعوب إجراح واللي غضب منا
ونغضب منه هذا العسل اللي فيه سم الحاح. فرقت ولد العم من بن عمه وقدمت ثوب الحزن على الأفراح. الشيخ ما يكبر يا غير بشعبه، الشيخ ما يكبر يا غير كاثر فيهم المسراح. يا شيخ لا تقبل عليهم كلك، يا شيخ لا تقبل عليهم كلك وانت قاقف في الانشاب جلال، يا شيخ لا تقبل عليهم كلك وانت دقاقك في الانشاب جلال. بيت انفرد عني وانا خليته، هو له جناح وللبيوت جناح. بيت انفرد عني وانا خليته، هو له جناح وللبيوت جناح. تدور لزمن والرحى دواره ونبقى عيال مأمن النزاح. ما ظللت خضره وشلت غبره مثله ولا زادوا عليها بلاح. ولي قالوا ان قلال في حسبتهم قولوا لهم ان الرجال شحاح، ان الرجال شحاح. والسلام عليكم. Oh!
شيب سعيد الشامسي. هلا مساك الله بالخير. ايش حالك؟ بخير. الله يعافيك. ايش حالك؟ يعفو عنك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. جماعه جاهزين جماعكم؟ طال عمرك الفرقه الموسيقيه الثلاثيه. اي نعم. الحين خلاص من انتهي العرض الرئيسي في المسرح. اي نعم. على طول هم يبدون الدخول حق الجمهور. يا سلام، وين بيبتدي؟ يعني خلاص اللي الحين بيتجول داخل المهرجان. ابتدت فانتهت فعاليات المسيرة، مسيرة القبائل، وكل شيء وحين الابوية الباب طلق لمن يرغب من القبائل. نعم صدقك. نعم شو رايك؟ نعم انا صدقك محمد. ما شاء الله عليك يا ابو محمد. الله يبارك فيك. منورت الله يحفظك. الله يخليك ويطول عمرك. عمرك يطول ان شاء الله. محمد بيتصور عندك الرجال. بيتصور عندك الرجال. هذا الرجال منو؟ ها؟ منو هالرجال؟ هذا رياض على عمرك. عروس؟ اي والله. مصور. مهرجان اتفاق الثقافات. يلا غايته. مرحبا 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 ابو علي. السلام عليك. كيف صحة؟ يعني كله بخير. حسن ابو عز. زالت زين. انا لازم يطلع من شيء. انا لازم. على الاقل يصلي ابنه. Thank you.
كيف حالك؟ كيف انت؟ هو مكتوم شريفي صدق عادي ديكور مال اول على اساس الواحد يتذكر انه بيت يده جالس هذا مال اول مال ثاني. اي نعم ما تسوين له زين؟ يوم مسوين لهم ديكور حق العيال هني مسوين لهم عمل جد. هذا عميد التراث. اي نعم اي نعم يلا الله يحفظك. العام ما قصر ابو محمد سوى دعايه. مرحبا ملايين تفضلوا بينا. الأوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الله يحفظك يا رب العالمين. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. تفضل يا طيب. تفضل يا ابوي. تفضل قلبينا. تفضل يا ابو عمر. يا زوي ما شاء الله على اليازي جنن حلي هي على الله يبارك فيها مشكورة مشكورة يا اليازي سلام عليك ايش حالك كيف انت مرحبا مرحبا بالخليفة احتجت ما يازلها احنا نعطيها العين ان موفرين لهم باصات يا رب حالك وين انت؟ يا بيت ريال طايح كبده نبال دكتور طيب دكتور عيد مرحبا مرحبا بعيده بيايينها سلام عليك هذا الريال طايح كبده نبال يوسف الله يسلمك حالك كيف انت؟ ما تطيعين في انا ما في على الوسم يا الله يحفظك سدني القراه يا مرحبا الله يحييك يا عيد وبارك فيك ان شاء الله برد الكل خلاص برد الكل حالكم يا حياكم الله شكرا على خير يا مرحبا الساعة مرحبا مرحبا
وين خير يا شيخ؟ زين وين شو تبغى تظهر؟ اظهر بالله تظهرني به في الاذاعه نعم. وحين تظهر بالاذاعه؟ تظهر بالاذاعه يا الله. وش ما تبغى يقولوا عندك قصيده اغنيه شيء؟ والله اقول انا الله يهنيهم بهذا العيد شيوخنا حكامنا والمواطنين والمقيمين على هذا الوطن. بارك الله فرحه وخير ونعمه جزاك وهذا الله. اللي عندي ولا ما تقول لي بعد تقول لي كله زين يعني كل الله يحفظك. الله يحفظك. جزاكم الله بالخير. عليكم العافيه. حد فاز ولا بعد؟ لا بعد. السلام عليكم. هاي متى سابقه سم الدواده؟ ابو علي انا ما بتشارك وياهم، قالوا لازم من قبل شهر. خارج التغطيه، خارج المنافسه. يا الله يحفظك. انت خبير. ما حد ينافسك. برجع سبعة ايام حتكون بس كامل. نعم. نهايه الاسبوع تطلع عائله الوالد كانت يا الله يحفظكم صور تذكارية معالي أحمد جمعة السعادي مع المنتسبين في مؤسسة الشيخ ليه بن زايد الأهيان للأعمال الإنسانية. يلا وين ابوي تغيرونه؟ تعال اول واحد. اول شي اسمك انت؟ منو؟ سعيد. وانتي؟ منو؟ ما طاحت؟ هاي خير عنك. انتي؟ ما شاء الله مهاري. الله يطول عمرك يا عيالك؟ اي نعم. الله يطول عمرك فيهم ببركة. يخليك ان شاء الله يا ابو محمد. يخليك ان شاء الله. يخليك ان شاء الله. ضربي لهم العين. نعم ضربي. والله من سعيد المعمري اليوم. والله من نعم. الله يطول عمرك. يفرح لك البركة فيهم ان شاء الله. ثلاث بنيات. لا. سعيد. ان شاء الله. الله يبارك في العرقة. الله يطول عمرك. يبارك لك فيهم. اللي خاطر كل شيء. شوفك حبيبي. الحين انت تهتم تجيب الشيب وتذيعه؟ هذا. ها يا اصورك انا الادب واخساس. خالد. يصير ورا يقول ابوي ورا خالد وخالدي. كيف حالكم شباب؟ كيف انتم؟ مرة مرحبا بكم. اي صف انت؟ شو الدراسة؟ شو كله تفكرت؟ زين وايد لو شوية؟ الحمد لله تستاهل. لازم بلاها. لازم امي تحبك وتموت فيك. ابوي كل خالاتي وعماتي. بسلم عليهم كلهم ان شاء الله. سلام يوصل الجميع. يوصل. وانت ابوي سلم على اهلك بعد. ان شاء الله. وانت ابوي شو عيب بلاك صاخة شوفك. يعني الله يحفظكم حبيبي. امين يا رب. يحفظك يا رب. سلمكم. وين ساكنين مايا؟ بفريمي. سلمي مايا على يدو ثنية وعلى اللي في بيتكم مرة لا تخلين حد. زين يلا الله يحفظكم. سلمي مايا على اللي في البريمي كلهم. شو اسمك انت؟ ها؟ يا ربي تلوم مطاية. We'll be right back.
ما هو بثورة من حل ذبح النار. شاركين في المسيرة العام عائلة الحبيتي وايدين كنتم ما شاء الله ما شاء الله. الساعة كم وصلتوا؟ الساعة 10 ما شاء الله المكان كان وايد حلو تدريب فنان وعارضكم طبعا ما قصرتوا على الله يبين ويوفقكم وكل خير. بصورها تعرفون ما أبوي ماخذنها ماخذنها الله يحفظكم من سمونها من حلبة فوجي وتحيدون وين سرنا هذا أمس أسبوع اللي خطف اليابان. والله جميلة وايد فنانة عيبتني قلت بصور لكم إياها وعاد الحد يطلبني ما جبت إلا وحدة. 11 يسكر الجيم قلت اسير ارقد من الحين لا الله لا في رقاد ولا شيء طيب وبكمل تمريني وان شاء الله لا احجع رقاد الليل طويل هي ترى اشتاء بعد اشتاء روح الليل طويل يلا بنام اسعد خلاص. يعني اليوم بقول لكم يعني يستوي يمكن حوالي 15 او 12 ادمي في الجيم يستوي يعني نبادل بعدها خلصت اللي جاهزه باكر دواء شو التريون؟ وادرو عنكم اقولكم العيازة والله انت عايزتوا وركب ابليس ودل ريوله والله يا ابوكم لا تبغضون التمرين ترى ما شيء يحلى عن الراحة هذا ابليس عادي يزهزه لكم لحظة الله يا ابليس فك العرب من شرك تعالوا ابوي وتمرنوا ابرك لكم اضعف الايمان لو جري لو حتى نص ساعة يلا بارك الله فيكم.